ان الشعب عن الخصلات قالوث اماطه الاذى عن الطريق، وكي ابسط نموذج لعمل نافع ذو الخدمه ينفع لي صلح ثم شطوح يول مرادي ادي الكفريد ادي فازون اثيك الكفريد وكي الايمان ادي فاسنان الشوك اثيك الكفريد وكي من الايمان معناه امذان الى قاضي يحصو ما يخدم الخدمه كي غاصطه مشطوح ولكن غير ربي الساعه مازال من بعد ختميت ان دوا الحياء شعبه من الايمان يروح يفذاذ الحياء الحياء ايث مثلا قرني مسناون يناش لعب ذي السان الحياء يتسحين سوى يميل هنا يخدم غص ما يغلظ غص ما يعصى يعصى ربي يتشلح قبايض من ذي السطحين يسعانا مرارة في ديار سافريد ذي الحياء الحياء يتمثل ديال سواسن هو فاس نشرة بالتفصيل إن ذي النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان إن ذي الحديث وايض الحياء والإيمان والحياء قرناء جميعا أكمل حن الإيمان كذ الحياء ذي مدوكا لكن يثبدون فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر ما يروح يون ذي كسنا يكمل وايض أذي كمل وايض إن ذي الحديث وايض إن لكل دين خلق وخلق القرآن الحياء أن كل دين سعى الخلق ولكن خلق أن الدين النغ نغ القرآن نغذ الحياء ينبذغ الحديث وايض الحياء خير كله الحياء سوى الخير قلنا ذيس الحديث وايض ينب الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء يتسوي سوى الخير باش نفهم أيث مثل ذا شو بزل يسوى الشعب يجي الخصلة يجي الحياء هاثن في عصاته السلام يشرحها غد ذا شو ذن شعب الإيمان ولكن العلماء منهم الإمام البخاري ابن حجر ذي شرح صحيح البخاري ذي الصفحة 73 شو غدينا الجزء الأول البرمية طب إناد صفحة 73 إناد شعب الإيمان لن تروى كاتيجوري ثلاثة أصناف الصنف مزوره ذو الخدمة بول أعمال القلب الصنف والسين ذو الخدمة جينس الصنف والثلاثة ذو الخدمة لبدن الجسد الصورة بنادم أدفتها الأمثلة إنك أعمال القلب اللي أنت 24 خصلة 24 خصلة سي 24 لقي ذا شو تتمزوره ذو لا إله إلا محمد رسول الله ما لا تزدق أول الإيمان ما لا يزدق أول ويسين التوكل على الله أم ذا ما لا يتشرف ربي ما لا يتشرف ربي الشذب والقلة ماشي القلاس كذلك الإخلاص يقول ما لا يخدم الخدمة يوزمر ربي الشيء يقول الله النية محلها القلب النية تزدقون وكذلك سنخصنا ثاني قلان من أعمال القلب أدرين كذلك أين يعنان اليقين لعبد ما يسعو اليقين ذا ربي سبحانه مما يخدم الدعاء ولا قال ذي ذي الشك أسيني واقي لو دي قفلارة خاطئ ربنا ادعوني أستجيب لكم نذعني أكون تقفلا أور مدني وعد ربي سبحانه ذي الموحلة ذي خلف ربي الميعاد أور ما ينذعو ربي سبحانه إلا قال سعو اليقين أكد دين ذي صلى الله عليه وسلم إن ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة يعني أمذن ما يدعو ربي سبحانه سيوث تغوصا إلى قضي السور قولي سادي السوري باللي ربي سبحانه أدي يقبل الدعاء ينس كذلك ترك الحسد والحقد العذيف مثل إلى قلب يحسد جماس أو يحسد الجماس أسنيني أثنيوث الخصلة أصير الخصلة في الإيمان خسر غورش أما ذي الحقد أما الضغينة أما ذي الحسد ويجيك ويث مثل أولي لقارة أزغن أول بنادم المؤمن أدنو غدو زيام كاتيجوري أعمال اللسان الخذ ما جلس اللان السلعة أكن ديوسا يثبت ابن حجر إنا يثم زوالوث تلفظ بالتوحيد في قيمة دام قليلية تدنيها كامل ما دين لا إله إلا محمد رسول الله فقد فاس جلس تزدغون فاس جلس في سنة تلاوة القرآن والسنة
ما راه غرض اول ربي اكد السنه في صلى الله عليه وسلم في ثلاثه تعلم العلم في سبعه تعليمه اتستغرض فمسني يسعد اتستغرض وياب سيلسيش في خمسه الدعاء كذلك ثاني اذا ربي سبحانه سيلسيس ولكن اليقين الكوليس الدعاء ادي فرس جيلسيس في سته الذكر مطلق الذكر التسبيح سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سجل مقارنه الذكر مره في السبعه اجتناب اللغو المعنى يصير سجيث مثلا امثله قد السبعه بين خسران وإلا قد تفع وين الشمثل وين يوم السن سجلسيس سجلقي إن سبعة ما إلا توازن كاتيجوري أعمال البدن اللي تكثر من 38 ماشي شوية الله يبارك تفتح كان شوية سيسنت فمزور الطهارة تزدي الطهارة الحسية والطهارة الحكمية اللي عبد مرير في الجنبة مرير اللهم قران اللهم شطح ثقيث مثلا عبادة من العبادات ثقي من الإيمان فصلي فرضا ونفلا أما هذا الفرض ما النفلة الزكاة فرضا ونفلا الفرض النفلة رمضان ذي الفرض ذي النفلة الحجة ذي العمرة في كذا قيمة يخدم بنادم سلجس دينس وكذلك المذبض العلماء الناند الذي يظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بظن في الأخير إماطة الأذى عن الطريق مرثان زباك مني أتكسدا زورن سقفريد نغشو كذا سنان سقفريد زر باللي ثقي شعبة من شعبي الإيمان الأحاديث يظهر من الشعبة قطاسي قلنا إثماثا باختصار حديث أبي هريرة يدروان الإمام البخاري أكد الإمام مسلم ما شو دينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أكاو كيف ذا الأحد زر ما يغار نرحين في صلى الله عليه وسلم أو يوم من ربي وكسل أخرص سليوم الآخر أذي خدم كذا وكذا باش غادي سمحتين في صلى الله عليه وسلم بلي نكون ذي المسلمين بلي نكون ذي المؤمنين باش نرادار ونطبق شو دينا مثل دي الحلقة شو دينا إنك فليقل خيرا أو ليصمت أو يوم من ربي أكسل أخرص سيوم الحساب أديني أمسلا يجرزن يلها نغاذي السوسم ولو كان نطبق الحديث أجي أعطى صري السوسم هي القرن قبير ثاسوسمي ثيف ثاموسين أتغلب ثاموسين هذا هو صفيان ذن أولا جيك دينا ربي دي سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد السيران زرب لي إلساقي ذنتساو من صروات زيغانين يأكل ذنث دونيث فلسي تعبدينت ولكن يثمثوا العير بالله وعار الحال بلك ذنساقي ذنتسان أري ديترمين ذنتساري هدن يأكل حسنات أراد يوم ذان سزاليثيس سذكريس سلحيجيس سلخيريس إلى آخره ألور هذا هو بلاسة السلام أخدور سيون ينيس يا رسول الله ذا شوتو فريد السلاح فريد السلاح السفورا طريق النجاة ينيس أمسك عليك لسانك حذر السيح هذا وقيل حديث باسة وسلم يكمل ينيك وين يوم نص ربي يوكذ وسنقارو فليكرم جاره أذي خرم الجاريس أذي حافظ الجاريس أذي فكل حقوق الجاريس يكمل الحديث إنه فليكرم ضيفه أسيف دين فقيس أسيف كازال ينفقيه ينفقي الحرم نرى يثمثل يسعى نزال ذي الدين النار وين رأي فرحني ينفقيه وثقة بالسوين يسعى بلا ميكل في مانيس ورقران مانيس ذي الطيق أثني بيد شعبا شعب الإيمان الحديث وايض حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشو ديننا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وينفي كمال الإيمان ذا ستسلم إليك أكن تحمل الظهر أين تحمل ضيمانيك حملي في وياض أين تشره ضيمانيك شره في وياض المهم إلى الحديث قالوا إنه أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا
يعني أنواع ذلاف ذلمون أمين نكمل الإيمان وإن يسعان ترف جاي لهان وإن يسعان أخلاق لهان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسمه دي شكر ربي بواليس يشكر هيد ترف جايس سل أخلاق سيناه إن ياس وإنك لعلى خلق عظيم. سورة مثل أنروح النقطة 4 أد المسلي أسباب من العوامل تقوية الإيمان. ذا شو خدمنا فوذ الإيمان ذا شو تفورتيفيين الإيمان. الإيمان يزداد وينقص وكذا ونفصل على يسمى إنك الإيمان يزداد ينقص أكل مثل ما يثمثل مرة تعيشينك لحظات الإيمان القوي ولحظات الإيمان الضعيف ضعف الإيمان. زريمان يحن كل يوم يسعنا الترمومتر يسعنا مقياس ما رفض الإيمان يزغر ورش ما شاء الله فظلي في ذي الوقت الفجر تبدأ تسوي أرثورة ما شمش شتوى ثورة داثية ونفذو ألور الفجر في 3:30 في 4 في 4:10 ألور ما الإيمان يزغر هكذا لدين الشيخ الله أكبر أذكر سفري وعرب أتصل في الوحدة أذكر في 4 نفتي 3:30 ولكن الإيمان الإنسان يخدم نفوذ يخدم القوة أتبغ النداء الأذان ذي الإيمان لك يولي تخدم بالخلاص كامل باش تنصد قوذ من جباك نسلم ذي الإيمان خطر تفرحاو تنصد تفرحاو ما شاء الله ذي الإيمان لك يولي تخدم بالخدمة يكذي الوقت وتحفظ في وقتك وتقرز الخدمة إلى آخره. إيمان لنا الإيمان ينقص أتخذ أرقزني أس كاملات بروفوكي يرقز نويا ذو قخان يخدم شوال سيد كوزين تساسالو أيت بروفوكي ثم غارثيس باش أدن تقفل لاس باش أدن الشاول يفغى غادي مشاول يستوفى الإيمان ينقص أو رمشي راتي بالرد إيلاق أذ يخدم المشاكل أما شوال ذو قخان أما جير الجيران أما عنده يخدم يستوفى نشوال. ولكن سي بو سقر زيكنيك أقواذ وين المتساقواذ ربي ذا أقواذ وين يستوفان يستوفان يزمرك يخدم الشغل الرئيس مثل هذا ذا شوك تقوي الإيمان 4 دواوي اكتفورتي فيين ما اكتوغمونتي الإيمان وسورتو ربي تقول سينك يا أيها الذين آمنوا المؤمنين آمنوا بالله ورسوله حرزة الإيمان نوال سنرنيث ناخذ مثاس الجهد الإيمان نوع حاجة زواروثك سنرنين الإيمان تنسني للعلم سي نرمال أكن تسين دين النار يرنيع الإيمان تقول سي بوسا تنسني في العام سي بوسا تنسني في تساوي سافري في جرزني قارد ربي القواليس قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء أتصل لي فتصل الأحاديث أن ربي ذنبي فهمنا غد بلي العلم ثمسي لسافوار يعني بشكل مطلق العلم كامل يرمي غد الإيمان هذا السباث السلف العمل الصالح أقول الطاعات جرب كما يجمع مرض خدمه الخدمة يقرزن الخدمة يسعى الفايدة تفضل الفنة تقولي أكن تفضل الفنة الإيمان يتزاد أتعوض يوضى زوالي نغتجت نغوجل مثل تعاون الفرحة كشات فرحة وربي فرحة أكثر الإيمان يتزاد تقولي العمل الصالح يرمز الإيمان وثلاثة الذكر